أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تنطلق يوم الأحد بفندق الخليج أعمال المؤتمر السنوي الأول للجان بمشاركة ممثلي القطاع الخاص بمملكة البحرين وجميع رؤساء وأعضاء اللجان بغرفة تجارة وصناعة البحرين وأصحاب الأعمال. ويأتي المؤتمر بهدف مد جسور التعاون بين الغرفة وأعضاء المجتمع التجاري عبر تبادل الخبرات الوطنية والمحلية لإيجاد الفرص الكفيلة لترسيخ المبادرات الحقيقية لتنمية وتطوير ريادة الاقتصاد الوطني. وللحديث أكثر حول الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة سونيا جناحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس المجموعة التنسيقية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. مساء الخير سيدة سونيا. في البداية، ما هي المواضيع التي سيحتويها برنامج عمل المؤتمر خلال يومه الأول؟ مساء الخير أختي فاطمة، وأشكر تلفزيون البحرين على هالاستضافة. المؤتمر السنوي للجان هو دعوة من لجان الغرفة للشارع التجاري لمشاركتهم في صنع التغيير. فبحضورهم المؤتمر خلال هاليومين الأحد والأثنين ومناقشتهم المواضيع المطروحة من قبل اللجان بصورة جادة وتفصيلية يساعد على تصحيح أهم المشاكل اللي اليوم تواجه القطاع التجاري. كل لجنة تقوم بتقديم أوراق عمل فيها عدد من المواضيع والتحديات التي تهم الشارع التجاري بهدف الخروج بتوصيات من المشاركين والحضور تساعد في حل تلك التحديات، سواء كانت عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات أو اقتراحات تغيير قوانين أو تشريعات. أهم شيء تساهم في تنمية القطاعات التجارية الغير نفطية في المملكة. نعم. فعلى سبيل المثال، عندنا اللجنة المالية بتركز على التصنيف المالي والائتماني للشركات، واللجنة التكنولوجيا بتركز على موضوع منصات التجارة الإلكترونية العالمية وأثرها اليوم على التاجر البحريني. نعم. لجنة الصحة بتركز على أو بتناقش التحديات اللي اليوم قاعدة تواجه القطاع الصحي وشون قاعدة تأثر على جودة خدمة الرعاية، على أساس هدفنا هم يركزون بناء بنية تحتية للسياحة العلاجية. ولجنة الصناعة والطاقة بتناقش موضوعين جدا مهمين اللي هي التصدير للأسواق السعودية وأزمة الأراضي الصناعية. نعم، طبعا ننتقل إلى برنامج عمل المؤتمر ليوم الثاني، يتم فيه استعراض أوراق العمل المتعلقة بكل من لجنة التعليم والأسواق التجارية والضيافة والسياحة ولجنة الثروة الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية. فما هي التحديات التي تواجه هذه القطاعات خلال المرحلة القادمة؟ التحديات كثير، واحنا نحتاج مساعدة السوق التجاري على اساس ان احنا نواجه التحديات. الاوراق العمل المطروحة على سبيل المثال من قبل لجنة العقار بيكون تركيزهم في هالمؤتمر على تحسين كفاءة وتسريع عملية اصدار تصاريح البناء وتسجيل العقارات، وايضا تنظيم مهنه المقاولات. واليوم احنا عندنا كثير من المشاكل الشركات المقاولات عندهم. لجنه التعليم بتركز على التعليم السياحي وشلون احنا نقدر نشجع طلبه الاجانب بدورهم يجون البحرين ونفس الوقت يساهمون في انتعاش القطاع السياحي. لجنة الأسواق التجارية بتركز على موضوع جدا مهم، الأعمال غير المرخص لها وأثرها السلبي على أصحاب السجلات. الثروة الغذائية اليوم عندهم عراقيل يواجهونها التجار الأغذية عند تصدير منتجاتهم حتى عبر جسر الملك فهد. فهذه الموضوع المهم اللي أهما بيناقشونها. طبعا نتمنى لكم أكيد كل التوفيق أستاذة سونيا جناحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس المجموعة التنسيقية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. ارتفعت بورصة البحرين خلال التعاملات الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي رغم تقليص مكاسبها بتحقيق أرباح سوقية قيمتها 47 مليون دينار مقابل مكاسب قدرها 118 مليون دينار الأسبوع الماضي. مشاهدينا، المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 22,545,145 سهما بقيمة إجمالية قدرها 6,061,516 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 425 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. وفي خبر محلي آخر، افتتح مجلس المناقصة والمزايدات في جلسته الأسبوعية مزايدة لشركة طيران الخليج لبيع 6 طائرات إيرباص مملوكة ومستخدمة من طراز A330، وتنافس على المناقصة شركتان ولم تظهر البيانات قيمة العطاءات المقدمة على المزايدة. ومن جانب آخر، فتح مجلس المناقصة والمزايدات مناقصة لهيئة البحرين للثقافة والآثار لأعمال الصيانة الدورية للمواقع الأثرية، وتنافس على المناقصة 3 شركات، وتقدم بأقل العطاءات شركة درة المحرق للتنظيف والصيانة بعطاء بلغت قيمته 320,688 دينار. وترغب الهيئة دعوة الشركات للمشاركة في أعمال الصيانة الدورية والتي تتم بشكل دوري كل سنتين، كما هو الحال بالنسبة لصيانة المواقع الأثرية لهيئة التراث الوطني البحريني. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. احتلت السعودية المرتبة الثانية في قائمة أفضل الدول للاستثمار بها، وأن مناخها جاذب جدا للاستثمار الأجنبي وفقا لمسح أجراه موقع يو أس نيوز. وأظهر تقرير للموقع الأمريكي أن هناك 4 عوامل رئيسية حددها البنك الدولي تحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الدول الأخرى، وهي الموارد الطبيعية التي قد لا تتوافر في سوق تلك الشركات، والأسواق التي تستطيع من خلالها الوصول إلى مستهلكين جدد، كما تتمتع الرياض بالكفاءة لتقليص تكاليف الإنتاج والأصول الاستراتيجية مثل التقنيات التكنولوجية والعلامات التجارية أو قنوات التوزيع. رفعت وكالة موديس تصنيفها الائتماني لمصر إلى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأكدت إنها ترفع تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى B2 من B3. وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس توقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ستدعم تحسنا تدريجيا لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة للبلاد. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. بعد معارك قانونية بشأن حقوق الملكية، أبل وكوالكوم معا بصفقة مفاجئة. تراجع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة خلال شهر إبريل الجاري بأكثر من تقديرات المحللين، وكشفت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا أن مؤشر النشاط الصناعي تراجع خلال إبريل الجاري إلى 8.5 نقطة مقارنة ب 13.7 مسجلة في مارس الماضي. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا سوف يتراجع خلال نفس الفترة بوتيرة أقل.
تسعى الصين للفوز بعقود بناء مشروع HS2 المثير للجدل في المملكة المتحدة، وهو أكبر مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في أوروبا، والذي تبلغ قيمته نحو 73 مليار دولار أمريكي. وبحسب ما ذكرته شبكة أخبار سوهو الصينية، التقى أعضاء الحكومة الصينية وكبرى شركات السكك الحديدية المملوكة للدولة مع مارك ثورستون الرئيس التنفيذي لمشروع السكك الحديدية المثير للجدل والمسمى هاي سبيد 2 في بكين في وقت سابق من هذا الشهر، ما يشير إلى اهتمام الصين بالمشروع الذي سيموله دافعو الضرائب البريطانيون، بينما تتنافس الصين على الفوز بعقود البناء. أطلق البنك المركزي الياباني تحذيراً هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من 20 عاماً من أن المؤسسات المالية قد تكون توسعت بشكل زائد في قروض النشاط العقاري، وهو مؤشر على أن سنوات الفائدة بالغة الانخفاض قد تكون دفعت البنوك للتوجه نحو أنشطة إقراض أكثر خطورة لتحقيق الأرباح. ويحلل تقرير بنك اليابان المركزي عن القطاع المصرفي ما إذا كانت هناك مؤسسات مالية تقوم باتخاذ مخاطر مغالة فيها ومدى مرور في مواجهة المخاطر المتعددة وصدمة السوق. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال محلل في بنك UBS أن شركة أبل من المحتمل أن تكون دفعت نحو 5 إلى 6 مليارات دولار لتسوية الدعاوى القضائية مع كوالكوم بشأن حقوق الملكية. وكانت أبل أعلنت الثلاثاء الماضي توصلها لاتفاق مع كوالكوم من أجل تسوية جميع الدعاوى القضائية بين الشركتين بشأن حقوق الملكية، لكنها لم تكشف عن التعويضات التي دفعتها لشركة الرقائق كجزء من التسوية.